يا مامي متوحشة. بصي لي واعملي زي بالظبط. عايزاكي تعملي 3 شمال و3 يمين، 3 شمال و3 يمين، وتخشي بقى بالصينية على طول كده اهو. بصي كده اهو. ايه دكتور سمير، الست دي جايه تخسسني ولا تعلمني الرقص؟ انا مش فاهمه حاجه. انجي اسمعي الكلام، الدكتوره ريشة دي محترفه. ده اسلوب حديث للتخسيس. عمرك شفتي رقاصه تخينه بترقص؟ لا ما شفتش. ما شفتيش؟ طبعا طبعا ما تشوفيش. ليه بقى؟ عشان الرقاصه بتحرق سعرات حراريه جامده جدا بهز الوسط. وانا هز ازاي؟ ما انا ما بعرفش اهز. امال انا هنا بعمل ايه؟ ما انا جاي اعلمك تهز ازاي. ما تزعقيش. الله، ركزي معايا، شوفي الرشاقه اللي انا هعملها دلوقتي. ها، 3 كده. انجي انت كده بتعجيني. اهزي الرشاق يا حبيبتي كده اهو اهو. بصي كده اهو. بصي سهله خالص. بصي شايفه رشاقه؟ شايفه؟ دي خفيف انت يا طعم. لولا حبي لمهنه الطب ما كنت سبت ابدا السيرك. السيرك؟ هو انت كنت بتشتغلي في السيرك؟ ايوه اشتغلت في السيرك 5 سنين. 5 سنين كنت تشتغلي ايه في السيرك؟ اكيد دبدوب. لا دبدوب ايه انجي، دي كانت اشهر الفنانات الاستعراضيات زمان دي. ايوه، ومش استعراضيه بس وبرقص بس، لا انا كنت بلعب جمباز. عارفه يعني ايه جمباز؟ جمباز اكيد كنت المكتبه اللي بيتنططوا عليها. ركزي معايا وشوفي الخفه. بصي الخفه. بصي شايفه التناسق؟ شايفه؟ هي انا مش شايفه اي تناسق في الموضوع. مش مهم تشوفي، مش مهم، المهم احساسك. انا عايزه احساسك من جوه يتحرك. برافو برافو عليكي يا كتله هلاميه محشيه مهلبيه. لعلمك انا كمان كنت مهلبيه. قصدي يعني كنت برقص حلو كده بس زمان قبل ما يحصل لي الانتفاخ ده. مش عايزاكي تيأسي، انا مش عايزاكي تيأسي ابدا. بصي خدي عشان تعيشي الدور، عارفه؟ عايزاكي تخرجي البالارينا اللي جواكي. امري للناس. يلا حاولي اندمجي، حسي. حاضر، حسي كده شويه. جاهزين؟ اتفضلي حبيبتي. 1 2 3 كارولين كارولتا. انا توتي نطة وانا نطي نطة. فش وانتي فش. ايوه يلا نطي نطي. هو ده النط اللي انا مش قادره معاه، في نفس نط. بلاش حكايه النط دي، لان لو نطت هي 500 كيلو وانت 600 كيلو اساسات البيت هتقع، ما ينفعش. لا حضرتك لازم تنط علشان الكرش دوت يلز فيبص، فكل الدهون تقع على الارض وتسيح وتخس بسرعه. تخس بسرعه، ما تقلقيش حبيبتي، هنجيب لك كل اللي انت عايزاه، سلطه خضار، سلطه ارنب. يا صمونه انا جعانه. مفيش اكله لما تخلصي التمارين. لا طب مفيش تصبيره؟ في تصبيره، واخده بالك؟ ما هو بكره بقى اليوم المفتوح، هتاكلي زي ما انت عايزه. أيوة خضار. أيوة. وارنبيط وسلطات وحاجات كده. اليوم المفتوح اكل فيه الحاجات دي يا صمونه؟ لا انا بكره هاكل براحتي. يعني ايه براحتك؟ انا قلت لك اليوم المفتوح هسرح لك بمعلقه رز واحده، ماشي؟ كوبايه زبادي واحده، ماشي؟ حبايه فاكهه واحده برضو. الصوت ده طالع منين؟ فظيع. ستيريو انت شغاله، صوتها فظيع. قصي وموطي وهتاكلي يا حبيبتي. لا سموره بتقول لك كل حاجه واحده واحده واحده. ده ايه ده؟ ده مش يوم مفتوح، ده يوم مقفول. نطي لها نطتين ونخلص بقى، الله يسترك، هتهدي لنا البيت. لا بلاش نط، انا عايزه انقص. تنقصي مع الناقصة وتنطي مع الناقصة. حاضر. أغني لك غنوة حلوة؟ يلا غنوة جميلة. يا حتة مارونجي لاسيه والاسم شوكولاتة. شوكولاتة الناتة كوناتة. سايقة في دلالك ليه؟ يا بطل تن 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 تن. الدلع كده واتنطط. انقص غصب عني، انقص غصب عني، غصب عني انقص، انقص غصب عني، انقص غصب عني، غصب عني انقص. ايه يا انجي، انت بوظتي الدايت ولا ايه؟
انا بوظ الدايت. لا يمكن، ده انا ماشي عليها بالحركير، كل كلمه قالتها الدكتور. امال ايه الاكل اللي قدامك ده؟ النهارده اليوم المفتوح يا جوجو في الدايت، هي قالت لي كوبايه زبادي وثمره فاكهه. ايوه يا حبيبتي، كوبايه زبادي مش طشت زبادي. وبعدين ايه البطيخه دي؟ ثمره الفاكهه. يا راجل شفتي بقى انا ملتزمه بكل كلمه قالتها الدكتوره ازاي؟ يا حبيبتي، طب قولي لي بقى، والدكتوره قالت لك ايه في البروجرام بتاع اليوم المفتوح على البحر ده؟ قالت لي اني نايم مع نقط نص واحده، فلو سمحتي اغدفيني معلقه نص واحده بس من دي. معلقه؟ دي معلقه مفتريه؟ دي كبشه. ايوه بس دي المعلقه ان انا باكل بيها، وكل واحده على قد حجمه يا جوجو. خلاص خلاص خلاص، انا حاسه كده انك انت هتقعدي على قلبنا كتير قوي. شكلك كده يا كوكو مش مستحملاني، وشكلي كده تقيله على قلبك. لا يا حبيبتي، انت تقيله على الميزان بس، بس على قلبي بقى زي العسل. كدابة يا جوجو كدابة. علي، واتصلت بيك بعدها وقلت لك ان المأموريه اتمدت شهر كمان عشان الحق اخس وابقى جميله وسمباتيك ورشيقه كده. طيب ازاي رجعتي محروقه كده؟ مكياج يا لولو، مكياج علشان اسبك عليك الكدبه. صح، ايوه ايوه. ازاي فاتتني دي؟ ده انت دخلتي خدتي دش طلعتي بيضه. بس احنا مش اتفقنا ان احنا ما نكدبش على بعض؟ معلش يا لولو بقى، كانت كدبه بيضه يا لولو، كدبه بيضه، سامحني بقى عشان خاطري. هسامحك بس بشرط واحد. اشرط يا حبيبي اشرط، اي حاجه انت عايزها انا موافقه عليها. تطلعي مأمورية الصومال بدالي. يا واطي واطي علي.